أما هلأ رشا رح نستمر بعالم الصحة، ومثل ما بتعرفي في كتير مننا بيتبع أنظمة غذائية بيحاول يوصل للشيء الصح يوميا، ولكن أحيانا بعض التفاصيل الصغيرة مثل مثلا قديش بنشرب منبهات باليوم، كم صحيح. كاسة شاي، كم كاسة قهوة، ما بيخطر عبالنا أنه ممكن هي بتأثر بكل نظامنا الغذائي، وممكن للأسف نكون ماشيين بشيء صير ماشيين بشيء تاني، خصوصا المي. موضوع المي الناس كلها بتفكر انه شرب الماء اذا شربته مع من الشاي او شربته من القهوه انا بستفيد منه، خلص عم بشرب 4 كاسات شاي معناته اخذت كفايتي من المي، باخذ سكر انا وهدول القصص. صحيح صحيح سلمى، وخاصه وقت اللي بيكون الشخص خلينا نقول بموظف وعنده شغل خارجي فبتلاقيه بيلهي حاله اكثر شيء بالمنبهات، بيشرب فنجانين 3 قهوه ما بيحس بحاله، ممكن ياخذ الشاي يمكن يمر نهاره كله مثل ما قلتي بدون ما ياخذ شيء كاسه مي او شيء مفيد ممكن يكون تعويضي للمنبهات اللي أخذها. هدول الأسئلة، وكونه نحن اليوم عم نحكي عن التغيير وبدايات السنة الجديدة، إن كان بأهداف حياتنا كيف قادرين ننظم، وإن كان نحن بموسم الشتاء كيف نحن قادرين نستفيد منه ونطلع على الصيف الجديد، أيضا رح نحكي بنظام التغذية، شو هي أهم النصائح اللي ممكن نغير فيها العادات الغير صحية بحياتنا، هدول الأجوبة حجاوبنا عليهم. ضيفتنا لليوم أخصائية التغذية داليا حسام، وسعد صباحك. يسعد صباحكم يا رب، وإن شاء الله هيك تكون سنة خير علينا وعلى الكل يا رب، وعلى عام وأنت بخير. يسعد صباحك وصباحكم يا رب. خلينا نبلش من المي، المي سر الحياة تماما. كثير ناس بتغلط بانه كيف هي بدها تشرب مي بقلب النهار وحسابات، يعني تمام. في مثلا في ناس بيقولوا لك ما بصير يشربوا مي كثير، في ناس لا، قد ايه الاحتياج الطبيعي او الاحتياج تماماً. الطبيعي بالضبط. بعدين ندخل تفاصيل مثلا اللي عندهم امراض معينه كيف بينقاس وهكذا. تماما بالضبط. هلا بالبدايه خلينا نبلش نفصل بين الرجال والسيدات. هلا اكيد احتياج الرجل باي شيء يعني كان بالمي او باي شيء من المغذيات هو اعلى من السيدات، فالرجل بيحتاج يوميا 15 كوب من الماء ما يعادل تقريبا 3 لتر، والنساء بتحتاج 11 كوب تقريبا لترين ونص. بس كمان هاي الحالة بتختلف حسب إذا الشخص كان رياضي أو مانو رياضي، حسب إذا الشخص مثل ما حكيتي في عنده مرض معين مثلا مثل القصور الكلوي، أكيد كمان هون بنضبط له نحن كمية السوائل. الرياضي أكيد بنرفع كميات السوائل لأنه هو جسم عم بيتعرق، فهو بيحتاج لكميات إضافية من الماء لحتى يعوض النقص اللي عم يصير عنده. فالرجال 15 كوب بالحالة الطبيعية والنساء 11 كوب بالحالة الطبيعية، يعني تقريبا الرجل 3 لتر والنساء 2 لتر ونص تقريبا. طيب احنا كلياتنا عندنا عادات خاطئه، ما في حدا مستثنى اليوم من هاي القصه، يعني قد ما حاولنا انه اليوم احنا نلتزم بشرب المياه، نلتزم بالرياضه، نلتزم باوقات النوم، ولكن ظروف الحياه، ظروف العمل دائما الضغوط النفسيه والضغوط عم تكون سبب انه نحن ما قادرين بهدول الالتزامات. خلينا نحكي بدايه قبل ما نروح نحن كيف قادرين نلتزم، نحكي عن اهم العادات الخاطئه اللي نحن عم تمرق بحياتنا اليوميه من دون ما نشعر. تمام. هلا بالبدايه اي حدا بده يعمل تعديل لنظامه الغذائي لازم هو يصير عنده قرار، القرار هو الاساس باي شيء بحياتنا، فمفروض اول شيء يقرر هو بعدين يطبق القواعد. هلا العادات الغذائيه الخاطئه انه في كثير اشخاص مثلا بيطلعوا على شغلهم مستعجلين ما بيتناولوا وجبه الفطور، هذا الشيء كثير خاطئ، وبيقولوا لنا انه نحن ما بنتناول وجبه الفطور، ليش عم نسمن؟ يعني نحن مختصرين وجبه اوريدي، يعني ليش عم بيزيد وزننا اساسا؟ هلا عمليه الاستقلاب بالجسم، اذا نحن ما تناولنا وجبه الفطور بيصير في مثل بدقر الجسم، بدها طاقه، اي عمليه بالجسم، اي عمليه ميكانيكيه يعني فيزيولوجيه، بدها طاقه، بدها انرجي، فهي الطاقه انا منين بدي اخذها؟ من الاكل. فلما انا بكون عرفانه شو عم دخل لجسمي، عرفانه وجبه الفطور بمكوناتها الصحيحه من النشويات المعقده، من البروتين، من مشتقات الحليب والالبان، من الدهون الصحيه، فانا هيك عم بعطي طاقه لجسمي لانه يبلش عمليه الاستقلاب بشكل صح. ففي كثير من الاشخاص ما بيتناولوا وجبه الفطور، هذا الشيء كثير خاطئ تماما. في كثير اشخاص مثلا بيتركوا حالهم ساعات طويله كمان واخر النهار بياكلوا وجبه كبيره، فهذا الشيء كمان غلط، بيعمل لهم عسر هضم، تناول كميات وكرش. كبيره تماما بيعمل لهم احد اسباب الكرش، الكرش اكيد كمان، والكولون العصبي كمان. احنا كثير هلا بهالايام عم في كثير اشخاص دائما عم تشتكي وبتجي لعنا بتقول لنا كولون عصبي، شو السبب؟ هو الوجبه الكبيره. تناول مشروبات المنبهات والمشروبات الغازيه بكميات كبيره مثل ما حكيت رشا انه هن كثير بيحاولوا انه دائما وقت طويل وساعات طويله، فانه بدهم يشربوا كثير مشروبات غازيه ومنبهات. اول شيء المشروبات الغازيه هي فيها كثير كميات عاليه من السكر، بتتجاوز الحد الطبيعي اللي انا بحتاجه. المنبهات كمان كثير لها مضار، هلا رح نحكي ونتوسع عنها. هلا احتياج اليومي للمنبهات هو 300 ملغ، يعني انا بثلاث فناجين قهوه انا هون خلصت بس احتياجي
انا صرت شربانية طبعا هني ما بس عم بشرب ما بس عم بشربوا قهوة، عم بشربوا شاي وعم بشربوا كثير من النسكافيه وثلاثة بواحد، فهدول كل القصص هدول كلهم عم بيتجاوز الحد الطبيعي. هون بدي فوت انا بمخاطر على المدى البعيد. غير عن هيك كمان انه هني بيتناولوا الوجبات السريعة، مفروض انا بعرف انه دوامي طويل، مفروض اخذ انا السناكات معي، يعني انا كل ساعتين مفروض ادخل سناك، مثلا فواكه، مثلا مكسرات، ممكن عصير فريش، ممكن هيك شغلات، يعني لانه هو بحكم انه ما عنده شيء خيار صحي، فاي شيء عم بيشوفه قدامه عم بياكله. لما بينفرز هرمون الجوع بندخل نوع ثاني من السناكات، فطاير، شيبسات، بسكويتات. ما هي الفكره، يعني نحن قضينا قهوه يمكن سنه ما مرقتي بفطيره يمكن اليوم فطيرتين هيك، يعني على حسب شو بيصير. كمان في كثير اشخاص ما بيتناولوا الخضار والفواكه، ما بيدخلوا لجسمهم الفايبرز اللازمه، فبصير دائما عندهم حالات عسر هضم، امساك، فبيقولوا لك انا ما بحبهم. ما في شيء اسمه ما بحبه، لازم يتوافروا يوميا خمس حصص من الخضار خمس حصص من الخضار وثلاث حصص من الفواكه، هدول شيء اساسي يعني بالاحتياجات اليوميه. طيب خلينا نحكي عن المنبهات، قلتي انه المنبهات في لها كثير اخطار وخصوصا تناولها، مثل ما بنعرف الناس تفكر بس القهوه هي اللي بتضر، اذا كثرت شرب قهوه، اما الشاي بانواعه ما بيضر، والنسكافيه وثلاثه بواحد فيه مبيض، يعني ما فيه نسبه كافيين كثير. خلينا نحكي عن هاي التفاصيل. هلا من اهم اضرار المنبهات انه هي بتعمل ستريس، دائما الشخص بحس حاله انه هو حدا ستريس قلق يعني ومعصب، ما بيعرف ليش، ما هو مفكر حاله انه هو عم بيشربها ليروق، بس هي بنفس الوقت هي عم بتعصبه تماما. اثنين مثلا كمان اذا الاشخاص شربوها قبل النوم كمان هي بتعمل لهم قلق، بتعمل عندهم مثل حاله من القلق، ما عاد بيقدروا يناموا كمان. تمام. ثلاثه هي كمان بترفع ضغط الدم، يعني كمان في ليمت معين، نحن مثل ما حكينا تجاوزنا 300 ميلي جرام صار في عنا على المدى الطويل. هلا في اشخاص كمان هم تختلف حسب جينات الشخص، في اشخاص مثلا اجسامهم بتتقبل اكثر من اجسام، بس بالان جنرال هي بترفع ضغط الدم. كمان زياده القهوه بتعمل ترسبات بالكلاوي، بتعمل حصوات، فهيك انا فتت بمشاكل كثير يعني. بس من اهم المضار تبعيتها انه هي بتعمل ترفع ضغط الدم وممكن تضر الكلاوي. طيب في ناس اخذتها عادي بتقول لك انا ما فيني بلش نهاري اذا ما شربت دولة قهوة، يعني كمان حدا بيقول لك انا بلا بريق الشاي ما فيني كمان بلش نهاري، هدول عادات. مثل ما في عادات صحية سليمة في عادات صحية سيئة. اليوم نحن ضمن الظروف المتاحة، نحن مو اليوم، خلينا نحكي بشكل واقعي، اليوم الناس ما فيها تاخذ مكسرات معها وما فيها تاخذ مع السناكات، خلينا يعني يا دوب تمرقها بسندويشة بتفاحة يعني، فضمن الظروف اللي نحن عم نعيشها وكرمال نحن نحافظ على صحتنا ولنظامنا الصحي، نحن كيف قادرين نوازن يعني؟ تمام. هلا مثل ما حكيتي انه في اشخاص متعودين انه يفيقوا الصبح ويشربوا قهوه، انا ما منعتهم من القهوه، انا بدي اعمل تعديل لنمط حياتي تخفيف. انا ما بدي فوت بالحرمان. القهوه على الريق بتعمل حرقه بالمعده، فمفروض اول شيء اتناول وجبه الفطور وبعدين اشرب القهوه. طبعا في ناس مثل ما حكيتي بيحطوا الدولي قدامهم وبدهم يخلصوها، خلص هذا واجب عندهم، حلفت عليها. لا، هلا انا فيني اشرب فنجان صغير، ليش لحتى يكون فنجان كبير؟ يعني انا اخذت حاجتي من القهوة. القهوة كمان إلى فوائد، يعني هي كمان مانا ممنوعة، هي بتنظم دقات القلب أحيانا. تعرفي هي عادي القصة؟ تماما، هي موجودة قدامك الفنجان خلاص يعني. فخلص نحن بدنا نحاول نبرمج حالنا، نعود حالنا، لأنه كل شيء بحياتنا عادات. صحيح. العادة متى ما طبقتها أنا لمدة 40 يوم خلص صارت عندي عادة جديدة بحياتي، فأنا بقدر عدل. هون بدي أسألك، في ناس بتقلك مثلا الشاي الأخضر أخف ضرار من الشاي الأسود. تمام. في ناس تقول لك أنا فيني أدخل شغلات فيها فوائد وبتعطي مثلا مثل الكركديه، الرمان الساخن، اللي هلا صرنا نشوفهم عم يعملوهم الظروف، يعني مثل الزهورات. قديه هدول بالضبط ممكن يكونوا بديل؟ هدول أكيد بديل، فأنا فيني استعيد عنهم. أكيد جسم الإنسان دائما بهذا بالبرد هو بحاجة للسوائل السخنة. تماما. مثل ما حكيتي الكركديه يعتبر خيار جيد كتير وبيرفع المناعة وهو مضاد أكسدة. الكمون والليمون كمان هلا كثير منيح لحالات النفخه والكولون. تماما بالضبط. الميراميه كمان كثير منيحه، اليانسون، المليسه، كل هالقصص. كمان القهوه الخضراء انا هلا كثير عم بنصح فيها. شو هي القهوه الخضراء؟ دي بتنحف، هل المعلومه هي صح ولا لا؟ هلا سمعانينا كثير هاي القصه. هلا هو الموضوع هي بتساعد
وليس بتنحف تماما، هي بتزيد الحرق. بس ما معقول انا مثلا اكون عم باكل على كيف يعني، وبعدين القهوه هي بتشرب قهوه خضراء بعد هيك. ايه بده يكون علاج متكامل يعني، مثل الشاي الاخضر كمان بيساعد على الحرق، مفعوله لسه اسرع لانه هي كمان بتصد الشهيه، هي بتعمل نضاره للبشره، هي بتزيد معدل الحرق، وكمان بتساعد انه الدهون تتفكك يعني المتخزنه من زمان انه تتحرر بمنطقه البطن والارداف. فلهيك في اشخاص مثلا عندهم مناطق معنده، صحيح. فهي كتير بتساعد انها تحررها من مناطقها نستخدمها لطاقة. كم فنجان باليوم؟ هلا كمان في هون مفارقة كمان، الأشخاص اللي عندهم ضغط كمان هدول ممنوعين أبدا، لأنه بتعمل تسرع، ما أنت عم ترفعي معدل الحرق فعم تتسرع دقات القلب، يعني مثل كيف أنت عم ترقدي مثلا فهي عم ترفع دقات القلب بالأسف. عم تزيد معدل الاستقلاب بالجسم. فالأشخاص اللي عندهم ضغط هدول ممنوعين. المعدل يعني تقريبا فينا نقول كاس فنجان على الريق وفنجان على الساعة 6 تقريبا بعد الظهر يعني بعد الغداء. هدول الأشخاص العاديين العاديين اللي عندهم ضغط ممنوع أبدا تماما. هلا كمان في عنا الزنجبيل كتير منيح، والقرفة فينا كمان يمكن إذا تاخدوا مع بعض كمان بيعدلوا الاستقلاب، بيزيدوا بيزيدوا معدل الحرق، بيرفع الضغط الزنجبيل. هلا الزنجبيل كمان ممنوع لمرضى الضغط يعني. لا بيرفع الضغط، بيرفع الضغط في دراسات إذا كان كميات قليلة. هلا إذا شخص مريض ضغط يعني. ممكن ينحط شوي يعني بشرتين مثلا أوكي مبشور مع قطع بيجي أقل يعني. إذا كان شخص مريض ضغط وهو ضابط ضغطه وعم بياخد أدويته وأموره تمام ممكن، بس إذا مريض ضغط ضغطه مانه مضبوط لا أكيد لا يعني أكيد لا. هو منخرب الدنيا بعدين. بس القرفة أكيد كتير منيحة يعني، بتنزل مستويات السكر بالدم تماماً، بتضبط مستويات السكر بالدم تماماً وبتزيد مقاومة، قصدي يعني الأشخاص اللي عندهم بي سي أو كمان كتير منيحة لإلهم لأنه في عندهم أنسولين ريزيستن، فهي بتزيد يعني إذا بتقلل من مقاومة الأنسولين. كتير بيجينا صبايا أحياناً عندهم بي سي أو، فهون إنه هي ما عم تاكل بس هي ما عم تنحف يعني، هي عندها مشكلة صار عندها بدانة، فهون هي بدها بروجرام لحالها أكيد يعني. بنشكر حضورك لليوم.